وعيد مبارك، وكل عام وانتم بخير. اجتماع قيادة المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني في هذا اليوم هو للاطلاع على نتائج النشاط التنظيمي والتواصل مع المؤتمريين والمؤتمريات في كل المحافظات والجامعات والمديريات. كان نشاطا جيد وباهر قبل رمضان وخلال شهر رمضان المبارك، كان نشاطا ممتاز. نتمنى تثمين عالي ما قامت به الأمانة العامة لقيادة المؤتمر الشعبي العام وكذا قيادة وفروع المحافظات والجامعات والمديريات. نشاط ممتاز وتنظيمي ورائع، وهذا هو المطلوب، التواصل المستمر مع قواعد المؤتمر ومع أنصار المؤتمر في كل المحافظات، والاطلاع على كل المستجدات على الساحة اليمنية، والنشاط التنظيمي واستقبال الذين يتوافدون للانتماء إلى هذا التنظيم السياسي الشعبي. فنتمنى تثمين عالي هذا النشاط الجيد والتواصل والاطلاع على كل هموم المؤتمرين، والمؤتمرين بالتأكيد أنهم يتابعون هموم كل أبناء الوطن، فالمؤتمرين هم لا يمثلون أنفسهم ولكن يمثلون معظم القوى الوطنية في الساحة اليمنية من أبناء الشعب رجالا ونساء، الذي يعلق أمل كبير على هذا التنظيم السياسي الشعبي الرائد. فإن شاء الله هذا التواصل يستمر وأن لا يكون موسمي أو حالة فعل ورد فعل، ولكن يجب أن يستمر التواصل مع كل المكونات، معرفة ما لدى الآخرين وإيصال ما لديكم من هموم وما تريدوا أن توصلوه إلى قواعدكم، ومن قواعدكم إلى كل أبناء الوطن الشرفاء والمخلصين الذين يقفون وقفة رجل واحد في مواجهة العدوان السخيف، العدوان الهمجي، العدوان الذي لا مبرر له، إنما عدوان سافر. أخذوا هؤلاء الذي سموهم شرعية في الرياض بقرار 2/2/16 عبارة عن واجهة لتنفيذ جرائمهم العدوانية لقتل الأطفال والنساء وتدمير كل ما أنجزته الثورة اليمنية خلال 54 سنة. السبب والمسبب أولئك العناصر الذي خرجوا في 2011، تلك العناصر المرتدة والعناصر الطفولية والعناصر الرجعية والعناصر المرتبطة بالخارج بتنظيم حركة الإخوان المسلمين وغيرهم المرتبطين بالخارج. هنيئا لك أيها المؤتمرين والمؤتمريات، إنكم ارتباطكم بالتربة اليمنية بالوطن، فكركم يمني وثقافتكم يمنية وأرضكم يمنية، فهنيئا للمؤتمرين والمؤتمريات أنكم مرتبطين بالوطن. هؤلاء سبب النكبة 2011 الذي خرجوا إلى ساحة الجامعة لتغيير النظام في الوقت الذي النظام نفسه بادر وقال تعالوا للتبادل السلمي للسلطة، ودعينا إلى انتخابات ودعينا إلى حوار وحكمنا القرآن الكريم، ولكن رفضت هذه القوى الطفيلية الممثلة بحركة الإخوان المسلمين، الإخوان الغير مسلمين لو كانوا مسلمين لأسلموا الناس من الأذى وما تعرض له الوطن. هذه عناصر إرهابية، عناصر متطرفة. نحن في المؤتمر الشعبي العام ضد كل العناصر الإرهابية
وضد كل الغلو والتطرف والمذهبية يجب يسمعها القاصي والداني. نحن ضد المذهبية، نحن مع كتاب الله وسنة رسوله، كلام واضح. نحن متعايشين من آلاف السنين داخل الشعب اليمني، لا توجد العنصرية. الآن بدأت روائح العنصرية تظهر وبوقاحة، تظهر ظواهر العنصرية والطائفية، يجب على المؤتمر أن يتصدى لها، وهذا من ثقافة المؤتمريين ونهجكم السياسي الممثل بالميثاق الوطني وبرنامج العمل السياسي. خطابنا واحد لا خطابين، خطاب واحد، وجهنا وجه واحد لا وجهين. شيء جميل جميل وجميل ان هؤلاء المؤتمريين في داخل الوطن مش في خارج الوطن، واحزاب التحالف في داخل الوطن مش خارج الوطن. شوفوا الذي يتصقعون يتمنوا يعودوا الى الوطن على رجل الدجاجه ويعودوا الى داخل الوطن مهما كان معاهم من آلاف الريالات السعودية. شوف وجوهم يا عباه خزع، شوفهم يتسولوا ويتلفتوا في الفنادق ومن مقهى إلى مقهى. إيش خرجكم؟ خاصة أنا أنتقد هؤلاء الذي كانوا محتبين على المؤتمر، الذي تطهر المؤتمر منهم، تطهر المؤتمر بخروجهم، وهذا فخر واعتزاز من المؤتمر. لا يقبل الجسم الغريب والجسم الغير نظيف، رحلوا رحلوا. فأحث الإخوان في المؤتمر الشعبي العام، هذا القوة الرئيسية الصلبة صاحبة القاعدة الكبيرة والعريضة داخل الوطن، في الريف، في المدينة، في المدرسة، في الجامعة، هذا هو المؤتمر. مش بالإرهاب ولا بالإغراء، لا بالمال ولا بالسلاح ولا شيء ولا شيء. حزب مدني صافي. الحمد لله ان احنا تجردنا من السلطة وخلعناها، خلعنا السلطة مش خلعتنا. كذاب وكذاب وكذاب يقول انه خلعنا من السلطة، نحن خلعنا السلطة من على كاهلنا، نحن الذي نخلع، وهم يعرفون من هو صالح ومن هي قوة صالح ومن هو المؤتمر الشعبي العام. هم يعرفوا حق المعرفة، القاصي والداعي في الداخل والخارج. نعم نحن لا نساوم ولا نبتع ونشتري في قضايا الوطن، ولا تهمنا المغريات، عرضة المغريات رفضناها، ولكن هؤلاء الصغار يظل الصغير صغير، يركض وراء المال ويركض وراء الجاه من أجل أن يكون. من هو هذا المغفل الذي سيفكر أنه يعود يحكم في الوطن بعد هذا النهر من الدماء؟ نهر من الدماء من أطفالنا ونسائنا. آخر قتلة حق سوق المشنق في محافظة صعطة، تقتلوا أطفالنا بطائراتكم. قلنا لكم تعالوا وجه الوجه، تعالوا أنتوا أنفسكم المعتدين، تعالوا مش تجندوا لنا مرتزقتنا، ومرتزقتنا لا حول لهم ولا قوة، يركضون وراء مالكم، وأنتم أدركتم ودراساتكم صحيحة. اما بالك تشتري شويه مرتزقه في مارب ولا في لحج ولا في تعز ولا في شبوه ولا في حضرمه؟ بسيط، على راسهم الفار هادي وحكومته في حاجه اسمها مرتزقه النظام، نظام العدوان على اليمن بقياده السعوديه. هؤلاء هم مرتزقه وتعاملوا معهم مرتزقه. الشرعيه من هو داخل الوطن. نحن متحالفين مع أنصار الله، وسيستمر هذا التحالف، ولن نقبل
أن ولا يقبل العقلاء والرجال المخلص من أبناء الوطن أن يسمعوا للمهاترات الإعلامية والقنوات الفضائية المعادية لليمن والمعادية للطفل والمرأة أن احنا سنختلف. لن نختلف أبدا على الإطلاق مهما كان تظروف. نحن متحالفين ضد العدوان توجد سلبيات تعالج يا مؤتمرين، إن وجدت سلبيات يجب عليكم أن تساعدوا كقيادات مجربة أن تساعدوا إخوانكم في أنصار الله كونكم حلفاء لمعالجة أي اعوجاج أو أي خطأ، لأن المصلحة تقتضيها الوطن، يطلب مننا التعاون وتقتضيها المصلحة الوطنية العليا. نتعاون، لا تسمعوا للمطبلين بحق الفيسبوك والمدمرين، هؤلاء مرتزقة حتى ذي عندنا مرتزقة في اليمن ولا في الخارج والقنوات الفضائية، لا تصدقوا لهم. هؤلاء يريدوا شق الصف، ما قدروش عسكريا ولا قدروا اقتصاديا ولا قدروا سياسيا، الآن يراهنوا على إيجاد خلاف بين الحلفاء الذي يواجهوا العدوان. لن نختلف مهما حصل من أخطاء، سنتجاوزها ونعالجها بكل الوسائل الممكنة. وندعو إخواننا في أنصار الله العقلاء والمخلصين والشجعان أن يتعاونوا مع رفاقهم وأخوانهم في قيادة المؤتمر الشعبي العام على كل المستويات، على المستوى القيادي الأعلى أو على المستوى القيادات في المحافظات أو المديريات أو في كل المكونات، التعاون وتغلب على كل الصغائر ورفض سلوكيات العناصر الغير مسؤولة. يجب أن يطهر المؤتمر ما تبقى في صفوفه من المندسين، وعلى أنصار الله أن يطهروا أنفسهم من أولئك المندسين عليهم والمتحيوثين. يجب أن يطهروا أنفسهم لأنهم يسيئوا إليهم ويأثروا على تضحياتهم، و ما يقدموا من تضحيات ضد العدوان نقدر هذا الموقف، لكن يجب أن يطهروا أنفسهم من أولئك المنتفعين المتلوين هنا والمتلونين في الشوارع وفي الخارج والداخل. طهروا أنفسكم مثل ما المؤتمر قد طهر نفسه وسيستمر في التطهير. هذا ما عندي. أشكر المؤتمرين والمؤتمريات على كل جهودهم وعلى تفانيهم وتكاتفهم. أنا في الوقت الحاضر أقول أنه أنا آمن. أنا كنت متخوف على المؤتمر في 2013 ما أخفيكم، لكن بعد 2014 أصبحت آمن أن المؤتمر اعتمد على نفسه، لأنه كانوا يقولوا هذا حزب السلطة، وكان في اتكال على السلطة، اتكال على الرئيس، اتكال على الحكومة، اتكال على المحافظ، اتكال على القيادات في داخل الدولة. لكن الآن احنا معتمدين على أنفسنا بعد الله سبحانه وتعالى، معتمدين على أنفسنا، ما احنا معتمدين على حد. وشيء جميل ونظيف انه ما حد بيدفع لنا، لا الشرق ولا الغرب ولا أمريكا ولا أوروبا ولا البعث ولا الناصري ولا القذافي ولا إيران ولا أحد. إحنا معتمدين على أنفسنا ونواجه الكوارث. والآن المؤتمر ينزل إلى الميدان بكل ثقله وبكل قواه وبكل إمكانياته لمساعدة المحتاجين. أنا أحثهم على التكافل الاجتماعي وتلمس حالة الناس والتضحية، وأصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، بكل واحد بحسب قدرتك حتى إن شاء الله على قطعة خبز. كلنا نساهم في معانة الأطفال والنساء والأرامل وأسر الشهداء وأسر الجرحى، يجب أن نهتم بهم اهتمام كبير كبير كبير. هذا هو المؤتمر الشعبي العام، التنظيم السياسي الشعبي الرائد، لأنه منذ التأسيس ونحن بنينا أنفسنا على هذا الأساس كتنظيم شعبي سياسي.
فنتفاهم على هذا الأساس، النزول الميداني، التواصل الاجتماعي، نحن نقف، سننتصر، شوفوا سننتصر سياسيا وعسكريا واقتصاديا وأمنيا مهما ضاقت بنا الحالة. الثبات صح، بندعو للثبات، نحن ثابتين، لكن سننتصر. صمودكم أكثر من سنتين هذا نصر، بالإمكانيات المتواضعة هذا نصر كبير جدا، مش النصر لنا القيادات السياسية أو النخبة السياسية، نصر للشعب، نصر للطفل، للمرأة في القرية، في الريف، في المنطقة، نصر كبير إن احنا ننتصر ضد قوى التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة البريطانية وإسرائيل. شيء عظيم، هذا الشعب اليمني العظيم يقف أمام هذه القوة الجبارة. هذا مش زيف إعلامي ولا كذب نفتري على الناس. أمريكا واقفة معترفة، بريطانيا واقفة معترفة، إسرائيل واقفة معترفة، دول التحالف معترفين، 17 دولة على الجمهورية اليمنية ذات الإمكانيات المتواضعة. هنيئا لكم بالثبات والصمود، هنيئا لك أيها الشعب اليمني العظيم، هنيئا لك أينما كنت، وهنيئا لك ولأنصارك ومن معاك من أبناء جلدتك في الداخل وفي الخارج، ومن أصدقائك سواء كانوا من الدول العربية أو من الدول الإسلامية. في أنصار لكم في الدول العربية والشعوب العربية أنصار، لكن مشكلة الحكام، المشكلة مش مع الشعوب، بدون ذكر أسماء الحكام هكذا وضعهم، مدفع لهم إلى حساباتهم إلى أرصد. هؤلاء الحكام العرب العريبة اللي بيستلموا من الدول النفطية، علمهم، علم قطر هذا جيبوتي ولا الصومال ولا إريتريا ولا الأردن ولا السنغال، ما علم الولايات المتحدة الأمريكية، ويتعمروا عليه ويطلعوا طيارتهم ويجوا يضربون إنسانه. يعني العدوان هو بدأ من 2011 مش من اليوم، العدوان وتمزيق اليمن والتآمر على الثورة اليمنية هو من 2011، وإن شاء الله الذي تحالفوا مع الإخوان المسلمين في 2011 أن يعترفوا بأنه كان تحالفهم خطأ ووصل اليمن إلى ما وصلت عليه، وأن يعتذروا للشعب اليمني ويعتذروا لما حصل منهم عندما اعتكفوا في أحياء الجامعة بقيادة الإخوان المسلمين. تحياتنا للجميع، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق، رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخوة الأمناء المساعدون، الأخوة أعضاء اللجنة العامة، الأخوة أحزاب التحالف الوطني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، اسمحوا لي جميعا أن أرفع باسم الأمانة العامة وكل تكوينات وهيئات المؤتمر التنظيمية وباسمكم التحية والتقدير والشكر والعرفان إلى الشهيد الحي والمناضل القسور وابن اليمن البار ومحقق وحدته الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام، الذي لا يحتاج منا إلى الإشادات، فالإشادات تأتي إليه بنفسها، ومواقفه السياسية والوطنية والتنظيمية والإنسانية كفيلة بأن تجعل الجميع دون استثناء مجبرون على أن يبادلوه الوفاء بالوفاء والتضحية بالتضحية والإخلاص بالإخلاص. يأتي اجتماعنا هذا مع دخول مرور ثلاثة أشهر بعد العامين من عدوان التحالف الذي تقوده السعودية، العدوان الهمجي الوحشي الذي ارتكب أبشع الجرائم من قتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير مقدرات بلدنا ودولتنا وفرض حصار جائر وظالم على 27 مليون يمني، تسبب في أوضاع اقتصادية صعبة وحالة المعيشية المزرية، ولكن في مقابل كل ذلك الإجرام كان ولا يزال شعبنا اليمني العظيم يستر أروع الصور الصمود مذهلا للعالم بقدرته على مواجهة ومقاومة العدوان والحصار، وهي فرصة لنجدد الشكر والامتنان لكافة أبناء الشعب اليمني الصامد والصابر، ومؤكد لهم أن صبرهم هذا كان وسيظل هو الصخرة التي تتحطم عليها المؤامرات والمخطط والأجندات التي ينفذها أعداء اليمن ومرتزقته. الأخوة والأخوات، مع مطلع العام الجاري أطلق الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام توجيهاته للأمانة العامة بوضع برنامج وخطة عمل تنشيط العمل التنظيمي في مختلف تكوينات وهيئات المؤتمر القيادية والقاعدية، ونشر ثقافة ومضامين الميثاق الوطني، وتنفيذ برنامج استقطاب وتنسيب لعضوية المؤتمر الشعبي العام،
واستنادا الى تلك التوجيهات وتنفيذا لها قامت الامانه العامه بوضع برنامج وخطه عمل تنظيمي للعام 2017 تم اعدادها بعد اللقاءات المتواصله مع مختلف قطاعات ودوائر الامانه العامه والشروع بتنفيذها بدءا باللقاءات التمهيديه مع قيادات الهيئه النيابيه والوزاريه والشورويه وقيادات فروع المحافظات لتدور بعد ذلك عجله النشاط التنظيمي في فروع المؤتمر في امانه العاصمه والمحافظات والجامعات وصولا الى فروع الدوائر والمديريات بلقاءات تنظيميه موسعه والتي كان للحضور وكلمات الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام التي القاها في بعض تلك اللقاءات الاثر البالغ للدفع بعجله العمل التنظيمي قدما حيث تواصلت اللقاءات في عدد من فروع المحافظات وبحضور واسع من قيادات المؤتمر الممثله في الامانه العامه واعضاء اللجنه العامه والامانه العامه والهيئات الوزاريه والنيابيه والشورويه. وليس مبالغه القول ان مستوى الحشد والحضور في تلك اللقاءات كان البرهان الواقعي لشعبيه وجماهيريه الزعيم علي عبد الله صالح ولقوه وتماسك وصلابه المؤتمر الشعبي العام باعتباره التنظيم الرائد الذي تشارك اليمنيون في انتاجه فكرا وصياغه وميثاقا وتنظيما وانتموا اليه وانتمى اليهم ومنحهم الوفاء فبادلوه بالوفاء وجسد احلامهم وطموحاتهم في بناء الدوله اليمنيه القائمه على الشراكه الوطنيه واعاده تحقيق وحده الوطن في 22 مايو 1990 وترسيخ مداميك النهج الديمقراطي التعددي وحريه الراي والتعبير والدفاع عن الثوابت والمصالح العليا للوطن وتحقيق المنجزات فبادلوه بذلك بمنحه ثقتهم واختياره والتصويت له عبر كافه المحطات الانتخابيه ليكون صاحب الاقليميه الشعبيه ومن يستمد شرعيه سلطته من مصدرها الحقيقي وهو الشعب. ولان الزخم القاعدي كان كبيرا والتجاوب التنظيمي لقيادات وقواعد وانصار المؤتمر وحلفائه مع توجيهات الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وخطه الامانه العامه كان اكبر فقد كان لزاما ان يكون التفاعل بمستوى التجاوب. ولذلك حرصت الامانه العامه على استمراريه الفعل والنشاط التنظيمي ليتوج ببرنامج الامسيات الرمضانيه على مستوى فروع المؤتمر في امانه العاصمه والمحافظات والجامعات وصولا الى فروع المؤتمر بالدوائر والمديريات والكليات. ووجدنا ان المؤتمريين تغلبوا على كل التحديات والظروف والمعيقات من مخاطر العدوان وقصف الطائرات والتهديدات الارهابيه الى ما تعرضوا لها من عمليات اقصاء وتهميش منذ العام 2011 وحتى اليوم، وليس انتهاء بتجاوز الظروف الماديه الصعبه الناجمه عن العدوان والحصار سواء بالنسبه اليهم او الى تنظيمهم، ليجسدوا بذلك لوحه كذبت كل المزاعم التي روجها خصوم المؤتمر والمتامرون عليه من ان علي عبد الله صالح والمؤتمر سينتهيان بمجرد تسليم البنك المركزي والجيش والامن ووزاره الاعلام، بل وتدافع المؤتمريون من كل فج عميق ليحضروا الامسيات الرمضانيه ويعكسون الصوره الحقيقيه للمؤتمر الشعبي العام، التنظيم الذي كان ولا يزال وسيظل الحامل الحقيقي لهموم وتطلعات وطموحات الشعب اليمني في اصدق صور وانصع لوحه. الاخوه والاخوات، لقد شاهدنا وشاهد معنا الشعب اليمني والعالم عبر وسائل الاعلام المختلفه الصورة الحقيقية للمؤتمر الشعبي العام وارتباطه بشعبه ووطنه من خلال تلك اللقاءات والأمسيات والأنشطة التنظيمية، سواء من خلال الحضور الحاشد أو من خلال المناقشات التي جسدت مواقف المؤتمر الوطني في مواجهة العدوان والحصار والمؤامرات والدفاع عن الثوابت الوطنية المتمثلة في الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والسيادة والاستغلال. وعبر المؤتمريون من أصغر عضو إلى رئيسهم الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام عن مواقفهم بوضوح مثل حقيقة الانتماء والولاء لله والوطن والشعب بعيد عن أي اعتبارات أو مصالح حزبية ضيقة، انطلاقا من حقيقة المؤتمر وقيادته كانوا سيظلون يقدمون أرواحهم وكل ما يملكونه دفاعا عن وطنهم ووحدتهم وكرامتهم وعزتهم. وشهدت تلك اللقاءات والأمسيات تنفيذا لتوجيهات رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح بشان الميثاق الوطني وعملية التنسيب والاستقطاب التنظيمي، حيث تم إعادة إحياء ونشر ثقافة الميثاق في مختلف اللقاءات والأمسيات والاجتماعات، وتم تزويد فروع المؤتمر بنسخ من الميثاق الوطني واستمرار الانتساب. ووجدنا تجاوبا كبيرا حيث تشهد كثير من فروع المؤتمر عملية استقطاب واسعة، بل إن الأمانة العامة تواجه صعوبة كبيرة في تلبية طلبات الفروع سواء فيما يتعلق بالميثاق الوطني أو استمارات الانتساب وبطاقات العضوية. وفي الوقت نفسه فقد شرعت الأمانة العامة بتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل لقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام عبر معهد الميثاق الوطني لتدريب المدربين على مستوى المحافظات، وذلك ما يسهم في إيجاد أرضية يمكن من خلالها تعميم عملية التأهيل والتدريب لتشمل كل فروع المؤتمر في العاصمة والمحافظات وفروع الدوائر والمديريات، وبموجب توجيهات الزعيم رئيس المؤتمر الشعبي العام بفتح فروع لمعهد الميثاق الوطني على مستوى المحافظات. ونجدها فرصة لنوجه الشكر والتقدير لكافة قيادات وقواعد وكوادر وأنصار المؤتمر والمشايخ والشخصيات الاجتماعية والعلماء والمثقفين والإعلاميين وكل فئات الشعب الذين كانوا عند مستوى المسؤولية والتحدي وأثبتوا ولائهم للوطن ووفائهم للمؤتمر وقيادته بزعامة ابن اليمن البار الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام. ونوجه جميع فروع المؤتمر باستكمال تنفيذ برنامج النشاط التنظيمي خاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة الميثاق الوطني وعملية التنسيب والاستقطاب ورفع التقارير حول ذلك للأمانة العامة أولا بأول دون تأخير مع كافة البيانات والمعلومات حتى تستطيع أن تؤسس قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة. لقد عملت الأمانة العامة جاهدة على تنفيذ توجيهات رئيس المؤتمر أيضا
من خلال خلق حلقة اتصال وتواصل وتنسيق مستمر بين الهيئات والتكوينات المؤتمرية المختلفة، خاصة بين الممثلين المؤتمر في المجلس السياسي الأعلى والهيئة الوزارية والنيابية والشورويه، وذلك من أجل تنفيذ توجيهات المؤتمر في قيام السلطات ومؤسسات الدولة بمسؤولياتها الوطنية وفقا للدستور والقوانين النافذة، الذي كان نقطة الالتقاء التي نجم عنها توقيع اتفاق التحالف بين المؤتمر وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم باعتبارهم القوى الوطنية التي تولت على عاتقها مسؤولية مواجهة العدوان، ورغم الصعوبات والتحديات والتجاوزات التي تمت ولا تزال فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين القوى المناهضة للعدوان، فقد حرصت قيادة المؤتمر الشعبي العام على التعامل بحكمة وهدوء وطول نفس وصبر مع كل الإشكالات التي واجهت عمل ممثليها في مؤسسات وسلطات الدولة، ولا تزال وستظل حريصة على وحدة الجبهة الداخلية ورفض كل ما يشق الصف الوطني، وفي الوقت نفسه التمسك بالدستور والقوانين النافذة كمرجعية في أداء ممثليها وممثلي الشركاء في مواجهة العدوان، باعتبار ذلك هو الضامن والحكم والمظلة التي تحكم الجميع أفرادا وأحزابا وجماعات. إن الأمان العام هو يتشيد بأداء ممثلي المؤتمر وحلفائه في السلطة التشريعية والتنفيذية والسلطات المحلية ومختلف مؤسسات الدولة، وحرصهم على تجسيد توجهات وتوجيهات المؤتمر وقيادته فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقات والالتزام بنصوص الدستور والقوانين النافذة، فإنها تحثهم على مزيد من الجهود وتحمل مسؤوليتهم في الدفاع عن هذه المبادئ والثوابت التي كانت وستظل ناظمة لرؤية وعمل المؤتمر وتعامله وتعاطيه مع المسؤوليات المرتبطة بالمواطن وهمومه ومشاكله وصون كرامته وحقوقه ورفع المعاناة عن كاهله في مختلف مجالات ومناحي الحياة. ليس في الوقت المتسع لأن نقدم توضيحات تفصيلية لما نفذت الأمانة العامة في مختلف الجوانب، فمعظمكم إن لم يكن جميعكم يعرفون ذلك فقد كنتم وأسهمتم معنا في تنفيذ وتحويل توجيهات رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد صالح، وخاصة فيما يتصل بتنشيط العمل التنظيمي إلى واقع ملموس، بحيث يمكن القول أن فروع المؤتمر الشعبي العام تحولت إلى خلية نحل، ولم تكن مشاهد تلك الحشود الكبيرة التي تدفقت إلى إلغاءات وأمسيات المؤتمر في المحافظات والمديريات والدوائر إلا تجسيدا وتنفيذا لتلك التوجيهات، وفي الوقت نفسه تأكيدا ودليلا ملموس على أن المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل هو التنظيم الذي تأوي إليه أفئدة اليمنيين، لأنه كان منهم وإليهم، وسيظل هو التنظيم الذي يده الناس حيث يطلبون في مواقع الدفاع عن كرامتهم ووطنهم وأمنهم ووحدتهم واستقرارهم وسيادتهم، والتنظيم الذي يعبر عن هويتهم وثقافتهم القائمة على الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش والقبول بالآخر ورفض الإقصاء والتهميش والتسامي فوق الجراحات، ونبذ ثقافة الكراهية والحقد والمناطقية والتعصب المذهبي والمواجهة لفكر الغلو والتطرف والإرهاب، وتنظيم الوطن والمنجزات والتنمية، وتنظيما مدنيا يحرص على أن يكون الدولة هي المظلة التي يستظل تحتها الجميع ويرفض الاتكاء على القوة أو العنف، وتنظيم ينتهج الحوار ويدعو إلى السلام ويحرص على الشراكة الوطنية. ختاما، فأن تنظيما كالمؤتمر الشعبي العام يمني الهواء والهوية يقوده رجل بحكمة وحنكة ووطنية وإخلاص الزعيم علي عبد الله صالح، ويضم في عضويته اليمنيين من مختلف الشرائح الاجتماعية والخبرات والكفاءات والشخصيات والحكماء والوجهاء، فإنه تنظيم وجد اللي يبغى ولا خوف عليه، وثقوا إننا بقيادتنا السياسية وتماسكنا ووحدتنا الداخلية والتنظيمية وبحب الناس ووفائهم للمؤتمر وغناعتهم بأنه تنظيم الوطن والتنمية، كنا وسنظل أقوياء مهما كانت التحديات والصعوبات والظروف التي نواجهها، أكنا في السلطة أو خارجها. التحية مرة أخرى لقيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم علي عبد الله رئيس الجمهوري الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام، ولكم وكل قيادات وقواعد وكوادر وكل الشخصيات ولكل قيادات وقواعد وكوادر وكل الشخصيات والوجهات والمشايخ وأنصار وحلفاء المؤتمر، وثقوا أن المؤتمر سيظل كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن الله. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان الصادر عن اللقاءات التنظيمية والتشاورية والأبسيات الرمضانية لفروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات والجامعات والمديريات والدوائر. الحمد لله القائل في محكم كتابه العزيز: من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. في إطار النشاط التنظيمي الذي شهدته وتشهده تكوينات المؤتمر الشعبي العام على مستوى المحافظات والجامعات والمديريات والدوائر، والتي عكست مكانة المؤتمر الشعبي العام وتماسك وثبات وصمود كوادره وأعضائه والتفاف جماهير الشعب اليمني ووقوفها إلى جانبه ومساندتها لرؤاه وتوجهاته السياسية التي وجد فيها أبناء شعبنا اليمني بأنها تعبر عن طموحاتهم وتغلب مصلحة الوطن على أي مصالح أو نزاعات حزبية أو ذاتية، وأن إصرار المؤتمر الشعبي العام على التمسك
بمواقفه المبدئية والوطنية زادته تماسكا وقوة، واستطاع أن يطهر نفسه ويلفظ المتذبذبين والمندسين والمتمصلحين من صفوفه منذ ما سمي بالربيع العربي عام 2011 الذي جلب الخراب والدمار والقتل لكل أبناء اليمن ومكتسباتهم التي تحققت منذ قيام الثورة اليمنية المباركة سبتمبر وأكتوبر. كما أن الحراك المؤتمري جاء في ظل التحديات والمخاطر المحدقة بالوطن ووحدته وسيادته واستقلاله، والناجمة عن استمرار عدوان التحالف الذي تقوده السعودية منذ أكثر من عامين والحصار الجائر والظالم، وفي أجواء مفعمة بالصمود والثبات الذي يصدره شعبنا يصدره شعبنا اليمني العظيم في مواجهة هذا العدوان. نظمت فروع المؤتمر الشعبي العام في أمانة العاصمة والمحافظات والجامعات والمديريات والدوائر لقاءات تنظيمية وتشاورية تجسيدا لمضامين الميثاق الوطني وتحت شعار معا لتعزيز صمود الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان والإرهاب. تتوجت بالأمسيات الرمضانية التي أقامتها فروع المؤتمر على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات والجامعات والمديريات والدوائر، والتي جرى فيها وفي اللقاءات التنظيمية التشاورية التي سبقتها الوقوف أمام عدد من القضايا الوطنية والتنظيمية التي تهم الوطن والشعب بشكل عام، خاصة في ظل التداعيات الكارثية التي تسبب فيها العدوان الغاشم والظالم الذي تشنه دول التحالف بقيادة السعودية، وسقوط آلاف القتلى والجرحى والمعاقين الذين استهدفتهم صواريخ وقنابل العدوان التي تقذفها أحدث الطائرات الحربية والبوارج العسكرية المستخدمة، إلى جانب ذلك كل أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، إلى جانب المعاناة الشديدة التي يتجرعها اليمنيون جراء الحصار الشامل والكامل المفروض عليهم برا وبحرا وجوا وللعام الثالث على التوالي، وما نتج عنه من منع وصول الإمدادات الغذائية والدوائية والاحتياجات الضرورية لحياة البشر، بما في ذلك منع وصول المساعدات الإنسانية بهدف تجويع الشعب اليمني وقتله، بالإضافة إلى الكوارث البيئية التي أفرزتها عملية الحصار وتدمير المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية وانعدام المشتقات النفطية وتدمير محطات توليد الكهرباء وخطوط الإمداد، الأمر الذي نتج عنه انتشار الكثير من الأوبئة وفي مقدمتها وباء الكوليرا الذي فتك ويفتك بالمئات من المواطنين، وظهور حالات مخيفة من المجاعة التي تكاد أن تشمل أغلب مناطق اليمن، إلى جانب تدهور مستوى الخدمات العامة والضرورية وضعف وشلل أداء مؤسسات الدولة المختلفة والحالة الاقتصادية المتدهورة والتي تسبب فيها عملية نقل البنك المركزي إلى عدن في مخالفة صريحة وصارخة للدستور وقانون إنشاء البنك المركزي، وعدم الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي قدمت من البنك الدولي وصندوق النقد بصرف مرتبات موظفي الدولة في عموم محافظات الجمهورية منذ 10 أشهر. وكون هموم أبناء الشعب اليمني هي هموم المؤتمريين بمختلف تكويناتهم القيادية والقاعدية، فقد حظيت تلك الهموم والمعاناة بالنصيب الأوفر من النقاشات والمداولات جسدت روح المسؤولية التي يتحلى بها أعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وحلفائه تجاه وطنهم واستيعابهم للمؤامرات والتحديات التي يواجهها، وفي مقدمتها تحدي مواجهة الإرهاب الذي تستخدمه دول تحالف العدوان كأداة من أدواتها في عدوانها على بلادنا، واستخدام العناصر الإرهابية ومدهم بالأموال ومختلف أنواع الأسلحة لتنفيذ أعمالهم الإرهابية وتمكينهم من السيطرة على الأراضي اليمنية في بعض المحافظات، غير مدركين خطورة ذلك ليس فقط على أمن اليمن وإنما أمن المنطقة والعالم، وبالإضافة إلى تحريك بعض الأيادي والعناصر التابعة لها لإثارة النعرات المناطقية والنزعات الانفصالية والطائفية في محاولة منها لاستخدام ذلك كورقة للضغط من خلالها لتحقيق أهدافهم في شرذمة وتقسيم وإضعاف اليمن، غير مدركين بأن الوحدة اليمنية هي جزء من شخصية الإنسان اليمني وأنه لن يقبل بأي حال من الأحوال بتجزئة اليمن وتحويله إلى كانتونات ودويلات ليس ليسهل السيطرة عليها وعلى سيادتها وقرارها. وتعتبر التكوينات والهيئات المؤتمرية ما تمخضت عنه تلك اللقاءات من قرارات وتوصيات بأنها تمثل موجهات ومحددات لأداء المؤتمر الشعبي العام ونشاطه خلال المرحلة القادمة، والتي استوعبت مختلف الأنشطة وتتمثل بالتالي: أولا، على المستوى الوطني والسياسي الوقوف بكل فخر واعتزاز أمام الصمود الأسطوري للشعب اليمني وأمام الملاحمة البطولية غير المسبوقة التي يصدرها أبطال الجيش والأمن
واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل الشرفاء الذين يقدمون أروع صور التضحية والفداء في مواجهة العدوان الغاشم لدول التحالف الذي تقوده السعودية على بلادنا وشعبنا منذ 26 مارس 2015 والحصار الظالم والجائر المفروض على الشعب اليمني وكل النتائج المدمرة والمأساوية التي ترتبت على هذا العدوان والحصار من قتل متعمد للشعب اليمني خاصة الأطفال والنساء وتدمير ممنهج لبنيته التحتية ومقدراته في مختلف المجالات وعمليات القتل الجماعي الناجمة عن حصار وما سببه ذلك من آثار اقتصادية وصحية سلبية على حياة كافة اليمنيين الذين يعانون من الجوع وانقطاع الرواتب وتدهور الجوانب الصحية ونقص في الأدوية والغذاء ومستلزمات الحياة اليومية وكل الخدمات الضرورية وكلها جرائم حرب تفرض محاكمة ومحاسبة مرتكبيها وفقا للمواثيق والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية. 1- تأكيد الموقف المبدئي والثابت للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم باعتبار هذا العدوان تعديا واضحا وصارخا على دولة ذات سيادة وعضو في الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية ومخالفا لكل مواثيق الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية، مؤكدة على أن موقفه هذا كان ولا يزال وسيظل منطلقا من هويته اليمنية وولائه الوطني ومبادئه وقيمه الفكرية والثقافية التي تضمنها دليله النظري الميثاق الوطني ومن قناعاته وبرامجه ورؤاه السياسية القائمة على الحفاظ على الثوابت الوطنية والدفاع عنها وفي مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية وسيادة واستقلال اليمن. هو موقف سيستمر ولا يمكن المساومة عليها والتراجع عنه مهما بلغت شراسة ووحشية هذا العدوان والحصار والانتهاك والغزو والاحتلال الأجنبي لأجزاء من الأراضي اليمنية. وفي هذا الصدد حيت الاجتماعات وثمنت تثمينا عاليا صمود الشعب اليمني العظيم في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم على مدى أكثر من عامين، مؤكدة أن هذا الصمود عكس الوجه التاريخي والحضاري للإنسان اليمني المدافع عن هويته وتاريخه وحضارته وأرضه وسيادته واستقلاله وكرامته وعزته ورفضه كل محاولات إذلاله وتركيعه وفرض الوصاية عليه وتصديه لمحاولات غزو وتدنيس تراب وطنه الطاهر، داعية كافة أبناء الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه إلى مواصلة هذا الصمود والثبات وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة هذا العدوان الهمجي الوحشي حتى يتحقق النصر وينكسر العدوان ومرتزقته. 2- ثمنت اللقاءات والاجتماعات عاليا المواقف الوطنية والسياسية للزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام في مواجهة العدوان والحصار وما قدمه ولا يزال من تضحيات كبيرة في سبيل الدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله، مشيرة إلى أن تلك المواقف عكست حقيقة التاريخ الوطني الناصع لشخصية الزعيم علي عبد الله صالح الذي كان وسيظل عنوانا للصمود اليمني والرفض للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليمن، مؤكدة أن ذلك ليس بغريب ولا بجديد على شخصية بحجم علي عبد الله صالح السياسي المحنك والوطني الشجاع والرجل الصلب الذي يتمتع بالحكمة والشجاعة والوطنية والانتماء والولاء لشعبه ووطنه. 3- الإشادة بالتضحيات التي يقدمها أبطال قواتنا المسلحة والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين من رجال القبائل والشرفاء في الدفاع والذود عن حياض الوطن ضد العدوان ومرتزقته، معتبرة أن هذه التضحيات ستسجل بأحرف من نور في سفر التاريخ اليمني وستظل محط إعجاب وإشادة ودروس تتعلم منها الأجيال اليمنية المتلاحقة وتمثل امتداد لتضحيات شعبنا اليمني في ثورتي سبتمبر واكتوبر والدفاع عن الوحدة اليمنية. 4- أكدت كل تكوينات وهيئات ومكونات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي على أهمية وحدة الجبهة الداخلية وتماسك الصف الوطني بين مختلف القوى الوطنية المناهضة للعدوان وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، والتأكيد
على رفض أي محاولات للمساس بها أو التأثير عليها بأي شكل من الأشكال، مؤكدين أن هذا الموقف ينطلق من قناعة راسخة وإدراك وطني وسياسي أن وحدة الجبهة الداخلية والتفاف الشعب اليمني خلفها هو العامل الأول والأهم في نجاح مجابهة العدوان ومرتزقته وإفشال المؤامرات والمخططات التي تحاك ضد اليمن وشعبه، ووفاء لتضحيات ودماء الشهداء والجرحى من أبناء الشعب اليمني العظيم عسكريين ومدنيين، وطريقا واحدا لتحقيق النصر وطريقا أوحدا لتحقيق النصر. 5، التأكيد على موقف المؤتمر وحلفائه في التمسك بالثوابت الوطنية والدفاع عنها، وعلى وجه الخصوص الثورة والجمهورية والديمقراطية والوحدة اليمنية التي كانت وستظل أعظم المنجزات التي تحققت لشعبنا اليمني في تاريخه الحديث والمعاصر، وضرورة استيعاب وإدراك كافة القوى الوطنية ومن خلفهم الشعب اليمني الأبي العظيم مخاطر الأجندات والمؤامرات التي تحاك ضدها والتي تستهدف إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وتمزيق اللحمة اليمنية، وهو ما يتطلب حشد كل الطاقات والإمكانات لإفشال هذه المخططات والدفاع عن الوحدة اليمنية ضد كل محاولات الارتداد الداخلية أو المؤامرات الخارجية، سيما وتاريخ اليمن قد أثبت أن الشعب اليمني والدولة اليمنية لم يتمكن من تحقيق الاستقرار والنهوض والتقدم والتطور إلا حينما كان الشعب متوحدا والدولة متماسكة وباسطة نفوذها على كل شبر من أرض الوطن، وإن أي مساء لتمزيق اليمن لم تكن لها من نتائج سوى الصراعات والحروب والاقتتال الداخلي وتحويل اليمن أرضا وشعبا إلى فريسة سهلة للطامعين والغزاة والمتآمرين والأعداء. 6، تأكيد موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الحازم ضد التطرف والإرهاب كموقف مبدئي انطلاقا من قناعات دينية ووطنية وفكرية وثقافية تتلخص في كون فكر الغلو والتطرف والإرهاب هو فكر دخيل على قيمنا الدينية السمحة وثقافتنا اليمنية المتسامحة التي تميزت بالوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، وإدراكا لمخاطر الإرهاب وتنظيماته على أمن واستقرار وسيادة ووحدة اليمن ونسيجه الاجتماعي وسلمه الاجتماعي، وخبرة ناجمة عن الكوارث التي تسبب بها الإرهاب لليمن التي كانت من أوائل الدول التي عانت من ويلات الإرهاب وواجهته ودفعت ثمنا باهظا جراء جرائمه من أرواح أبنائها ومن مقدراتها ومن سمعتها واقتصادها وعلاقاتها بالعالم، وهو ما يجعلنا نجدد التحذير من مخاطر استمرار الدعم والمساندة بكافة أشكالها للتنظيمات الإرهابية من قبل تحالف العدوان، ومآلات ذلك ليس على مستقبل وأمن ووحدة اليمن بحسب، بل على أمن ومستقبل المنطقة والعالم، سيما في ظل توسع نفوذ التنظيمات الإرهابية على أجزاء من الأراضي اليمنية مدعومة من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية وحلفائها ومن قبل المرتزقة الذي يخطئ كثيرا وهو يستخدم هذه التنظيمات في سبيل تحقيق أهدافه ومآربه في اليمن، غير مدرك من أن انعكاسات وارتدادات هذا الاستخدام ستطاله يوما ما. 7، الإشادة بالتحالف الوطني بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من جهة وأنصار الله وحلفائهم من جهة أخرى، والذي كان له الفضل في تقوية الجبهة الداخلية المناهضة للعدوان والتوافق على سد الفراغ في إدارة الدولة بعد فرار هادي وزمرته من صنعاء وترك مؤسسات الدولة. 8، التأكيد على أهمية إيقاف المهاترات والمناكفات الإعلامية التي تؤثر سلبا على وحدة الصف الوطني، مشددا في هذا الصدد على وجوب التزام كافة وسائل الإعلام الرسمية بالعمل وفقا للدستور والقانون بالحيادية والمهنية والتعبير عن مختلف القوى الوطنية المناهضة للعدوان والبعد عن الحياز لأي طرف كان، وبما يجعلها وسائل معبرة عن صوت الشعب والدولة ومؤسساتها وقادرة على القيام بدورها في مواجهة العدوان ومرتزقته بكفاءة واقتدار، داعيا في الوقت نفسه وسائل الإعلام الحزبية والأهلية إلى أداء دورها الوطني في مواجهة العدوان والحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة الناظمة لعملها.
9. أكدت اللقاءات التنظيمية والأمسيات الرمضانية لمكونات المؤتمر على أهمية الإدراك الواعي للآثار الكارثية التي يتسبب بها الحصار الجائر الذي يفرضه العدوان على شعبنا وانعكاساته السلبية على معيشة الناس في مختلف المجالات الغذائية والصحية وغيرها. وحثت في هذا الجانب سلطات الدولة ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني على ابتكار أفكار وبرامج تسهم في التخفيف من معاناة الناس وصرف المرتبات وتقديم الخدمات عبر الحرص على تحصيل الإيرادات العامة وفقا للدستور والقانون وتوريدها إلى الخزينة العامة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع المخالفات القانونية في عملية التحصيل أو التوريد أو الصرف ومحاسبة من ينقفون وراءها من أي جهة كانوا. 10. دعت الاجتماعات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني ومجلس النواب ومجلس الشورى والسلطة القضائية والسلطات المحلية إلى تحمل مسؤولياتهم الدستورية والقانونية تجاه المواطنين في مختلف المجالات بعيدا عن أي نظرات أو مكاسب حزبية ضيقة ورفض أي تدخل في شؤون مؤسسات الدولة من أي جهة كانت، مشددة على عدم الانتقاص من دور السلطات المحلية وإنجازاتها والعمل على دعم أنشطتها طبقا للدستور وقانون السلطة المحلية وإدراك أهمية مقابلة الصمود الشعبي بتقديم الخدمات للناس ومنع أي انتهاكات أو تعسفات لحقوقهم وحرياتهم خارج إطار الدستور والقانون، مؤكدة على أهمية أن تلعب المجالس المحلية في المحافظات دورها المناط بها في تلمس هموم المواطنين وقضاياهم والإسهام في حلها، سيما في ظل هذه المرحلة الحرجة والظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار، مؤكدة على ضرورة أن تتحمل مؤسسات الدولة مسؤولياتها في العناية بأسر وأبناء الشهداء والجرحى والمعاقين سواء الذين قدموا أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية فداء للوطن ودفاعا عن سيادته واستقلاله، أو الشهداء المدنيين الذين استهدفتهم طائرات العدوان وإعطاء أبنائهم الأولوية في الالتحاق بالجامعات والمعاهد والمنح الدراسية وأولوية الالتحاق بالوظيفة العامة والحصول على الرعاية الكاملة وفي مقدمتها الرعاية الصحية وفاعا للتضحيات. كما تؤكد هيئات المؤتمر على ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها في الاهتمام بالأسر النازحة من المحافظات سواء إلى صنعاء أو غيرها من محافظات الجمهورية. 11. يدعو المؤتمريون بمختلف تكويناتهم التنظيمية حكومة الإنقاذ الوطني إلى تفعيل دور الوزارات والمؤسسات الحكومية وتمكينها من أداء مهامها المحددة في الدستور والقانون النافذ في الدستور والقوانين النافذة وإعادة ترتيب أولوياتها خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية لتشمل تحسين وتنمية الموارد وترشيد النفقات وتأمين صرف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين بشكل منتظم حتى لا يتركوا في حالة تذمر دائم، وكذلك التركيز على توفير العلاجات والأدوية الضرورية ودعم مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بما يمكنها من معالجة الجرحى وكذلك المصابين ومكافحة كل الأوبئة والأمراض المتفشية وفي المقدمة وباء الكوليرا. وبحسب الإمكانات المتاحة وبالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها الإنسانية في مكافحة الأوبئة والأمراض التي تفتك باليمنيين جراء العدوان والحصار المفروض على شعبنا. 12. تطالب هيئات وتكوينات المؤتمر حكومة الإنقاذ الوطني إلى تنشيط أدائها الدبلوماسي والتواصل مع العالم من خلال تعزيز دور وزارة الخارجية بالتواصل مع مختلف المؤسسات الدولية وإيضاح مواقف الشعب اليمني من مختلف القضايا وفي مقدمتها استمرار العدوان والحصار، وتنشيط دور وزارة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الوطنية وغيرها والناشطين الحقوقيين والقيام بفضح جرائم العدوان وحرب الإبادة التي تقوم بها السعودية والمتحالفون معها وتزويد المنظمات الحقوقية الإنسانية في العالم ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية بكل الوقائع والأدلة، والمطالبة بمحاكمة من يقفون خلف كل الجرائم التي ترتكبها دول العدوان بقيادة السعودية
ومرتزقتها على اليمن. كما تطالب الهيئات والتكوينات المؤتمرية بتفعيل دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي وأن تعمل على تنشيط المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن وتسهيل مهامها لتتمكن من أداء دورها الإنساني وتقديم المساعدات والعون للمناطق المتضررة من العدوان ومضاعفة الجهود للتواصل مع المانحين ومع البنوك والصناديق الدولية للحصول على الدعم الذي يساعد بلادنا على تجاوز آثار العدوان وإعادة إعمار ما دمره العدوان في مختلف المجالات وبالتالي استئناف عملية التنمية الشاملة. 13. الإشادة بالدعوات المتكررة التي وجهها الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام للحوار والتصالح والتسامح مع مختلف القوى السياسية في الداخل والخارج وبما يسهم في حل الخلافات والبحث عن حلول يمنية داخلية توقف الاكتتال الداخلي المدعوم من العدوان وتسهم في حشد الطاقات وتضافرها في مواجهة العدوان الخارجي مؤكدة على الأهمية الوطنية التي تمثلها هذه الدعوات والعمل على تحويلها إلى برامج تنفيذية على أرض الواقع معبرا عن أمله أن تجد الاستجابة من قبل كافة الأطراف والعقلاء من قيادات الأحزاب والقوى السياسية. 14. التأكيد على موقف المؤتمر الشعبي العام بضرورة تضافر كل الجهود الوطنية والعربية والدولية التي من شأنها مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه ويرحب في هذا الصدد بالخطوات التي اتخذت من قبل بعض الدول العربية والدول الصديقة بهدف وضع حد للسياسات الداعمة للإرهاب والفوضى وزعزعة أمن واستقرار المنطقة وتشديده في هذا الجانب على أهمية إيجاد استراتيجية دولية خاصة بمكافحة الإرهاب تقوم على تجفيف منابعه الفكرية والمادية والسياسية والإعلامية ومحاسبة ومعاقبة الأفراد والجماعات والأنظمة والدول التي تساند وتمول وتدعم التنظيمات الإرهابية بأي شكل من الأشكال بعيدا عن الانتقائية في التعامل مع هذا الموضوع كما حصل في مؤتمر الرياض برئاسة الرئيس الأمريكي ترامب من تحريم وتجريم للإرهاب في الوقت الذي يتم فيه إجازة وتمويل ودعم الإرهاب وتنظيماته ضد الشعب اليمني وضرورة احترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. 15. حي المؤتمر الشعبي العام بمختلف تكويناته المواقف المساندة للشعب اليمني في مواجهة ما يتعرض له من عدوان غاشم وحصار ظالم والصادرة سواء عن الأفراد والنخب الإعلامية والثقافية أو القوى السياسية والمنظمات أو الشخصيات السياسية والفكرية العربية والدولية أو الدول وفي مقدمتها سلطنة عمان الشقيقة بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد وحكومته والشعب السلطنة الشقيق. 16. أكدت الهيئات والتكوينات المؤتمرية أن تعمد العدوان استهداف المعالم والمدن الأثرية والتاريخية اليمنية وفي مقدمتها مدينة صنعاء القديمة ومدينة براقش وسد مأرب وعرش بلقيس ومدينة زبيد ومدينة صعدة وعدد كبير من المعالم الأثرية والشواهد التاريخية في عموم مناطق الجمهورية اليمنية يعكس نزعة حقد دفين لدى قوى العدوان على هوية الإنسان اليمني الضاربة جذورها في أعماق التاريخ مشيرة في هذا الصدد إلى أن موقف المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة التربية والثقافة والعلوم اليونسكو الذي ندد باستهداف العدوان للمدن المدرجة على قائمة التراث العالمي غير كاف داعية إياها إلى اتخاذ مواقف حازمة لمواجهة ومحاسبة قوى العدوان على ذلك باعتبار أن التراث الحضاري اليمني ليس ملكا لليمنيين فحسب بل ملكا للإنسانية جمعاء. 17. حمل المؤتمر الشعبي العام المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المسؤولية عن استمرار ومعاناة الشعب اليمني وما يتعرض له من حرب إبادة وعمليات قتل جماعي عبر الحصار وما تتعرض له أراضيه من غزو واحتلال مستنكرا بشدة تواطئها وصمتها بل ودعمها لما ترتكبه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية من جرائم بحق الشعب اليمني وتدمير مقدراته مؤكدا أن هذه المواقف المتخاذلة ستظل وصمة عار في تاريخ هذه المؤسسة الدولية الكبرى داعيا إياها إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان سافر وحصار جائر وذلك من خلال قيامها بواجباتها بحيادية
وبعيدا عن الانحياز الى طرف العدوان مثل ما جاء في البيان الرئاسي الاخير الصادر عن مجلس الامن الذي ينادي بوقف اطلاق الصواريخ على السعودية من دون الاشارة الى ما يعانيه الشعب اليمني من عدوان وقصف بالطيران والبوارج البحرية وقتل لنسائه واطفاله وشبابه وشيوخه على مدار الساعة وتدمير المنازل والبنية التحتية وكل مقدرات اليمن. 18 التأكيد على موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الحريص على مد يد السلام للاستسلام، السلام القائم على الحفاظ على السيادة والاستقلال الوطني وحقوق الشعب اليمني كاملة غير منقوصة وحرية قراره الوطني المستقل، وذلك لن يتأتى إلا من خلال استصدار قرار دولي ملزم من مجلس الأمن بإيقاف العدوان ورفع الحصار ورفع اليمن من تحت الفصل السابع وإلغاء العقوبات المفروضة على بعض مواطني الجمهورية اليمنية وإخراج كافة القوات الأجنبية الغازية من الأراضي اليمنية والحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن ورفض الوصاية عليه ودفع التعويضات الكاملة لكل ضحايا العدوان ومن تضرر منهم وإعادة إعمار ما دمره العدوان وبما يهيئ الأرضية المناسبة لإجراء حوار يمني يمني ينهي المشاكل والأزمات الناجمة منذ العام 2011 ورعاية حوار يمني سعودي يقوم على الندية بين السعودية والشعب اليمني ممثلا بقواه الوطنية المناهضة للعدوان وبرعاية أممية. 2 على المستوى التنظيمي وقفت التكوينات التنظيمية المؤتمرية بمسؤولية عالية أمام الأوضاع التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام باعتباره التنظيم الوطني الرائد الذي جاء خلاصة لفكر الحركة الوطنية اليمنية حين تم تأسيسه في 24 أغسطس 1982 ميلادية عبر عملية حوارية يمنية بحتة أفضت إلى صياغة دليله الفكري والنظري المتمثل بالميثاق الوطني الذي يعد الوثيقة اليمنية والدليل النظري الذي حظي بإجماع القوى السياسية وعلى المستوى الشعبي، وهو المشروع الوطني الذي جسد حكمة وحنكة القائد المؤسس الزعيم علي عبد الله صالح الذي كان يدرك أن هكذا مشروع وطني هو البديل الأمثل والأصلح لتجاوز الخلافات والصراعات الأيديولوجية والفكرية والحزبية الضيقة الناجمة عن ارتباط القوى السياسية التي كانت تعمل في السرية آنذاك بالخارج وبأفكاره ومخاطر ذلك على الهوية والثقافة اليمنية، حيث عبرت الاجتماعات عن القناعة بقدرة المؤتمر الشعبي العام على مواجهة كل التحديات والأزمات والمؤامرات التي استهدفته واستهدفت قياداته سيما منذ أزمة 2011 وعقب تسليم رئيسه للسلطة عبر عملية ديمقراطية مباشرة بناء على المبادرة الخليجية في فبراير من العام 2012 ميلادية، ومحاولة الإقصاء والتهميش والاجتثاث لكوادره ناجمة عن شعبية زعيمه علي عبد الله صالح وهويته اليمنية وعدم ارتباطه بالخارج فكرا وسلوكا وممارسة وبرنامج وأداء تنفيذيا، وتميزه الفكري بالوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش والقبول بالآخر ومدنيته وإدارة علاقاته مع الآخرين بالحوار بعيدا عن العنف والتطرف، وهي عوامل أسهمت في قدرة المؤتمر على أن يظل هو التنظيم الأقوى شعبية. وفي ضوء النقاشات لمختلف القضايا المتصلة بالجانب التنظيمي خرجت الاجتماعات بالتوصيات التالية: 1 الإشادة بمستوى الحراك والتفاعل الكبير للأنشطة التنظيمية التي تجري في مختلف فروع المؤتمر الشعبي العام على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات والجامعات والدوائر والمديريات سواء من خلال اللقاءات الموسعة أو من خلال الاجتماعات والأمسيات الرمضانية التي عكست مدى شعبية وجماهيرية هذا التنظيم الرائد وجسدت حقيقة الوفاء والولاء التنظيمي لقياداته وقواعده، وحث الاجتماع على مزيد من الجهود في تنشيط العمل التنظيمي وتفعيل عمليات الاتصال والتواصل بين مختلف هيئات وتكوينات المؤتمر التنظيمية العليا والدنيا. 2 أوصت الاجتماعات واللقاءات التنظيمية والتشاورية والأمسيات الرمضانية بأهمية فتح أبواب المؤتمر الشعبي العام أمام عملية التدافع الكبير للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية ومستوياتهم
في الانضمام إلى صفوف المؤتمر، وذلك للقناعات التي خلصوا إليها من إلى المؤتمر الشعبي العام، هو التنظيم الذي ولد من رحم اليمن، وكان وسيظل يحمل مشروع اليمن الكبير القائم على الحفاظ على الهوية والتاريخ الحضاري ووحدية الجغرافيا والإنسان، وفكر بناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على الديمقراطية والحرية وسيادة النظام والقانون والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية وتحقيق المنجزات على مختلف الأصعدة. 3. أوصت الاجتماعات على أهمية تنفيذ برنامج تنويري وتثقيفي لنشر ثقافة ومضامين الميثاق الوطني وبرنامج العمل السياسي في أوساط المؤتمريين وفي أوساط عامة الشعب خاصة الأجيال الشابة، وتعريفهم بمضامين ودلالات هذه الوثيقة الوطنية وكيف صيغت وجوهرها وما تضمنته من رؤى تجسد قيم الولاء والانتماء الوطني والحفاظ على وحدة الوطن وسيادته واستقلاله، وتعكس مفاهيم الوسطية والاعتدال والتسامح والحوار، داعية في هذا الصدد إلى أن يتحول هذا البرنامج إلى ورش عمل تشارك من خلالها قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر في تقديم التصورات والرؤى والأفكار التي يمكن من خلالها إثراء مضامين الوثاق الوطني في ضوء المستجدات، خاصة فيما يتعلق بقضية مواجهة الإرهاب ومحاربة التطرف والغلو وتجريم آثارة النزاعات المذهبية والمناطقية وثقافة الحقد والكراهية. 4. التشديد على ضرورة تفعيل الأداء السياسي والإعلامي للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه خلال المرحلة القادمة، وتسجيل الشكر والتقدير لجهود الأمانة العامة وقيادة وكوادر وأعضاء وقواعد المؤتمر في مختلف التكوينات التنظيمية، جماعات ومراكز تنظيمية وفروع دوائر ومديريات ومحافظات وجامعات، والقيادات التنفيذية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية الوطنية، ولمواقف القيادات والكوادر السياسية والإعلامية للمؤتمر وحلفائه خلال الفترة الماضية في مواجهة العدوان والحصار وتجسيدها الفكر وقيم وتوجهات المؤتمر الشعبي العام في الدفاع عن الثوابت الوطنية والتنظيمية، مؤكدا على مواصلة ذلك الدور وضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة وبما يكفل لها أداء مهامها لخدمة مصلحة الوطن والمؤتمر الشعبي العام. 5. تأكيد كافة الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها قيادة المؤتمر وتكويناته العليا وفقا للنظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه بحق كل من أساءوا للوطن والشعب وللمؤتمر وخالفوا مضامين الميثاق الوطني والنظام الداخلي للمؤتمر وانحازوا إلى صفوف العدوان، وأوصت باتخاذ الإجراءات التنظيمية بحق كل من يثبت إساءته للوطن والشعب وللمؤتمر ومخالفته لمنهجه وفكره ونظامه الداخلي واللوائح المتفرعة عنه. 6. أوصت الاجتماعات باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة للتحضير والتهيئة لعقد المؤتمر العام 8 للمؤتمر الشعبي العام عقب توقف العدوان الغاشم. 7. أكدت الاجتماعات على ضرورة تفعيل دور معهد الميثاق الوطني في مجالات التدريب وتطوير المهارات التنظيمية لكوادر المؤتمر في شتى المجالات التنظيمية والسياسية والإعلامية، وبما يساعد على أدائهم لدورهم بالشكل الأمثل، وإنشاء فروع لمعهد الميثاق الوطني على مستوى فروع المؤتمر في المحافظات والدوائر والمديريات. 8. أوصت الاجتماعات على ضرورة تفعيل كافة تكوينات المؤتمر القيادية والقاعدية للإطلاع بمسؤولياتها وواجباتها التنظيمية ابتداء من المستويات العليا حتى أدنى مستوى تنظيمي. هذا وعبرت اللقاءات والاجتماعات عن ثقتها بأن قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر وأنصاره سيواصلون تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتنظيمية بذات الثبات والصمود والحماس والوفاء لوطنهم وتنظيمهم وقيادتهم وشعبهم، وسيكونون كما عهدهم الشعب اليمني في مقدمة الصفوف دفاعا عن الجمهورية اليمنية وعن كرامتها وعن كرامتهم وعزتهم. الرحمة والخلود لكل شهداء الوطن، الشفاء العاجل للجرحى، وعاشت اليمن حرة مستقلة. وصدق الله العظيم القائل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا
ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. صنعاء صادر بتاريخ 20 يونيو 2019 ميلادية.